السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الطبخ فاطمة كويزين. اليوم غادي نديكم عند صديقة. هاد الصديقة تبعت عندي دروس في الطبخ، من بعد تفرغت للمشوار الدراسي نتاعها، بعد ما كملت عاودت ورجعت للطبخ، والآن راهي تجرب في الوصفات، راهي تعاود فيهم. هذه مدة وهي تعيط لي وتقول لي على البريوش ما راش يخرج لها كيما نتاع المحلات، ومن بعد اتفقت انا وياها نجي عندها للبيت ونشوف المشكلة وراهي، لان البريوش باش ينجح معاكم لازم له عده تطبيقات باش تعرفوا اولا نوعيه الفارينه اللي تستعملوها، وتعرفوا ثانيه نوعيه الخميره تاع الخبز اللي تستعملوها، وثاني الراحه مهمه للعجينه. البريوش يتطلب وقت كبير باش يتضاعف الحجم نتاعه وباش يجيكم خفيف. غادي تشوفوا مقاطع من الفيديو اللي سجلتها الاخت، واللي حابه تشوف الوصفه من الاول للاخر غادي نوضع لكم الرابط نتاعها تحت هذا الفيديو وايضا في التعليق المثبت. اهلا وسهلا فاطمه. يسلمك اختي، راني جيتك اليوم على المشكله تاع البريوش اللي حكيتي لي عليها. قولي لي بالضبط كيفاش يخرج لك. يا اختي كي نديرو نحسو يجيني معجن شويه وما نحسوش يجيني كيما نتاع برا اكزاكتومون. داكوغ، سكيفي كيما قلتي لي كي باغيتها يجي كيما نتاع المحلات. اكزاكتومون. كاين بعض النقاط لازم تحترميهم في تحضير العجينه. النقطه الاولى تخص خميره الخبز، لازم اختيار نوعيه جيده، ولازم تختاري شعال من نوع، لان هنا في كندا كاين شعال من نوع. انا كيما جيت هنايا كنت كل مره نبدل حتى لقيت خميره الخبز المناسبه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه تخص العجينه. العجينه ما لازمش تكون يابسه، لو كانت تكون يابسه غادي يجيك ناشف مثل تاع الخبز، وما لازمش ثاني تكون طريه بزاف. لو كانت تكون طريه بزاف وتقعدي تكوري فيهم هذيك الكره ما تجيش متحوفه، يعني يكون بيناتهم تكون طريه وتقدري تكوريها بكل سهوله. ونقطة مهمة بزاف نسيت ما قلتهاش، من يطيب لازم تخليه يبرد على درجة حرارة الغرفة بطبيعة الحال، ولازم تخليه يبرد تاني لمدة طويلة، يعني لا حضرتيه في الصباح حتى الحشية ديري له عملية التزيين الأخيرة، ولا كان حضرتيه في الليل حتى للصباح. علاه؟ لأنه من تخرجيه من الفرن يكون هشيش بزاف، ومن تقطعيه هذاك القرص الفوقاني ما يجيش متحوف مليح، يجي هكاك شويه مشنتف. لازم تخليه شويه ترتاح، هذاك البريوش يرتاح مليح باش يشد روحه وينشف شويه، ومن تقطعيه هذاك القرص يجي متحوف ويجي كيما تاع المحلات. هذه هي الغلطه اللي راني ندير فيها ونشربه وهو هكذاك خارج من الفرن. ايوا ان شاء الله غادي نتبع معاك مليح الخطوات، والان تفضلوا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هيا بسم الله. بسم الله. ولا استاذة. اوه الله يبارك، ما شاء الله، تحفة تحفة. لازم ندوق بيان سيغ. ما شاء الله، يعطيك الصحة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تروحوا عند الأخت وتضربوا طلع عندها وتقولوا لي رأيكم بصراحة، لأنني راني باغي ندير بعض التغييرات في الفيديوهات نتاعي، وإلا شفت بلي هذا الفيديو عجبكم غادي نولي نركب فيديوهات في هذا النوع. والآن نقولكم مع السلامة وإلى الفيديو الجاي إن شاء الله.